أبي أحمد هجاميها حبشدة أيا ودا هذا التوس اللبلابي مامولكا شركة تي بي وال إمارات كعربتا سي إمارات كإيتوبيا أي أغيشيان قابكي أي أوداغي لهايين دا كدا مكالدة بربرا إسلامار كانا ميشا لوغا ساري لها وحوال بقو لحري ريه شيسكي أي ودا غرين موسبيحي إيو مامولكا حبشدة وحانا أرنتن أي أموقتا إني تهي ميد سامين تيدو أي بدن تهي حالة ديدونا أي كاليغان تهي ميد سوين إسبدلك لدوين أي أغا إمانا يا مركلا فيريو لنكاس إيو مامولكا حبشدة إي أبي أحمد وحا أي سر رسمية أولوكول من سراكيل سرسرة أو كاترسان شركة دا تي بي وال إسلاماركانا إماراتكا أيان قبي أهام باكوقن عن وحوال بقو إسكو ديئة أو إتوبيا أي سميسي ولو إماراتكو أي كوقن عصنايين هشيسكا مامولكا أبي يسيدو كالي لنكاس إيو مامولكا موسبيحي حدانا وحا أي أغدن بين داريمين إن حالد حريس أي وچاهيان ما دام أي سوال بأغو مغدان إني وچاهيان عليسي كالدوان حالدها قارك إي هوريا لا مامولك موسبي في أيانا كالغيا إن أي سر رسمي أهوريا لان فشل عب يسيدو كالغول دراتوسا تاسو كالغيسا إن أي حوچين يان لمان باح بغرقاقيا دا تلابوينكا قوان ندا إيو قرشياش أي تهي إن كوابت الرسمي أح أي كبحيان حالدن يحالدها كالدوان إيه هوريالا لنكاس إيه ندام كاح نفل عاريق أح أيانا ومغدكو إسا سيتريا إماراتكو حي مركان دريميان إني سن إيهغ وحفا إداه أغوشرين إن مامولك موسبيح إيه أبي أي إسفهمان إسلا مركان إتوبيا أي دكاد مهيمة كهشو بدعس سببتوه وحيوار كان إن دكدي بربرا عدي أي أمال قلينيين أو حبشيدة بقولك مليين إن تكبضان إي إتوبيان كأه أو لربي إن أي دكدان أديك سدان إن أي ميشا كبحيا أرين تاسنا وحي كوتهاي إبا تحوق لي مركا لغا هاليو لنكاس إيو لنحيادة كالدوين إيه دولدة فدرالك إيه إتوبيا يسيدو كلمامو الكموسى بيحبا إماراتكو وحي لكل من إن عيكا ميدا إتوبيا وحي نسي عدوغو شايا إني أحيان دكاد أي إيوغو مال قليين لسان أو ديارسان إسان مركانا قادان إيسا قو آنو إيو تلابوين كناسي أو هرمارين وحي نسي عدو شايا إن لوغا باهن يحي مامولكا موسى بيحي إيس مامولكا حبشيدا با إن هشيس يدو دا أي سو أفجران إتوبيا نهشيس رسمية أو دكاد بربرا أي قيبتي دكا قشو حوجيسو إسلا مركانا بقول كيبا صدن أي هشو حبشيدا حالك إنتا كلانا أما بقول كيبا لحدن كميدا أي هليان إماراتكا بقول كيبا طبان نوحا قادان أي مامولكا موسى بيحي أرنتان أيا وحي تهي أرنتا سيدا وين هادا لو دران إرين أيو لنا عيادونا أي سر رسمية إسوغو فهميان قرشياشو دا إيوكو آندو دا كالدوان وحانتاني أي موچينيسا إن مروال بلوغو جرو وقتيغي سر رسمية لوسو أفجاري لها ندام كان نفل عاريق أح إي إسنم إيو قرشياشا كالي إي أي تهي إن سيدو أي أغفا كران إن عيادان حالة دان يحالة دها كالي إي لميدك أح أيانا وحا أيهين كوو هرتبين أولي لنكاس إيو نظام كه نفل عارقة اه ايه موسبيحي موسبيحي وحا حد او هيليا اما او دريمي حوكتن يحمحمته سي او لحيسا مامولك حبشيدا ايه دوباي وحانا دور جير ايه لنكاسي اماراتك اسكو دابا مري مدح سرسري او كاترسان مامولك ايتوبيا اماراتكونا ايتوبيا وحا اي كلاها الليان مرنبا اما اي سان صوبان ايجين مامولك حبشيدا حالدن ayaana ka dhigaysay mid si walba fashil ceeb iyo guldarro ugu sii badinaysa dhankaas iyo marka la fiiriyo nidaamka nafla caariga ah ee islam sidoo kale ka dhigaysa xaalad halis ah oo ay tahay in ay jawaab rasmi ah ka bixiyaan marka laga hadlayo talaabooyinkooda dhinacyadan kala duwan qorshayaasha iyo talaabooyinka ay qaadayaan waa kuwa kala bedelan oo marba marka dambeysa ka dhigaya in lagu jiro
xilligi waqtigi iyo sidoo kale waa arintii ugu muhiimsanayd xabashidu waxa ay u arkaan in maamulka Muuse Biixi ay kaga muhiimsan tahay dawladda Imaaraadka sababtoo ah waxay u arkaan in maalgelinno kala duwan oo gudaha Itoobiya ah ay ka heli karaan waxana sidoo kale ay u muuqataa in dhinacyadan ay isku diyaarinayaan qorsheynta iyo meelmarinta tallaabooyinka hawlaha iyo go'aanada gaarka ah ee ay wajahayaan Muuse Biixi iyo saaxiibadiis marba mar ka dambeysa waa ay u diyaarsan yihiin qaadashada iyo sidoo kale in ay u dulqaataan tallaabooyinka xabashida ama kuwa Imaaraadka sababtoo waxay u arkaan inaysan jirin meel kale oo ay aadi karaan iyo cid kale oo ay maciinsan karaan arrimahan ayaana waxay ka dhigayaan in la joogo waqti iyo xilli muhiim ay tahay lama huraan in si rasmi ah ay dhinacyadu u qaataan go'aanada iyo tallaabooyinka gaarka ah ee hor yaalla dhankaas iyo maamulka Muuse Biixi arrimahan fashilkooda ceebtooda iyo guuldaradooda ayaana ka dhigaysa inaysan jirin wax sidaa u sii weyn oo dhinacyadu ay qaadanayaan iyadoo marka laga hadlayo arrimaha gaarka ah ee hor yaalla dhankaas iyo maamulka Muuse Biixiba ay yihiin kuwa isa soo taraya xaaladan iyo xaaladaha kale ee lamidka ah ayaa ay tahay in si weyn ay uga jawaabaan Itoobiya iyo Imaaraadkaba dhibaatada jirtaasi waxay tahay in maamulka Muuse Biixi marnaba uusan u diyaarsanayn in uu arrimahan jawaabo ka helo isla markaana si rasmi ah ay qalinka ugu duugaan waxyaabaha kala duwan ee hor yaalla iyo nidaamyada gaarka ah ee saameynta ku leh xaaladan iyo xaaladaha kale ee ay tahay inay ka jawaabaan ayaana ah kuwa u baahan ka fakarid qorsheyn iyo sidoo kale in si rasmi ah ay diirada u saaraan hawlaha ay tahay inay kaga hortagaan isku dayada Muuse Biixi waa u faansan yahay wuuna og yahay in xabashidu markan ay ka hoos baxeen oo qiyaaneen welise dadkiisa ayuu qiyaanaya isna uu jeedinaya xubno aan xitaa aysan ku jirin xubno miisaan sare leh ayuu u diray dhankaasi gobolka Awdal wuxuuna ku sheegay inay soo indheendheynayaan sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiska uu la galay maamulka xabashida arrimahaasna uma muuqdaan inay yihiin kuwa macno soo kordhin kara dhaqangal noqon kara isla markaana tallaabooyinkooda ay wax ka tari karaan xaaladan iyo xaaladaha kale ee lamidka ah ayaana bannaanka soo dhigaya fashilka ceebta guuldarada iyo isku dayada nidaamka naflacaariga uu wado si uu dadkiisa u dhibaateeyo bulshada gobollada waqooyi ee Soomaaliyana waa ay faansan yihiin waxa socda welise waxay u muuqdaan inay naawulayaan in mar un Muuse Biixi uu runta u sheegi doono una sheegi doono inay noqonayaan maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya warqabta TV ayaana idin soo gudbin doona waxa ka soo kordha arrimahan.